وفي سياق ذي صلة، أعلنت مملكة البحرين استضافتها أول اجتماع للمجموعة العربية للتعاون الفضائي يعقد خارج دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في 8 نوفمبر للعام الجاري. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أهمية انعقاد مثل هذا الاجتماع في مملكة البحرين لما يمثله من استثمار عبر حضور رؤساء وكالات الفضاء العربية الأعضاء في المجموعة إلى المملكة. طبعا أن انعقاد اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي في مملكة البحرين يعتبر خطوة هامة في مسيرة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومساهمتها في إبراز اسم مملكة البحرين في قطاع الفضاء على المستويين العربي والدولي، حيث تعزز وجود الهيئة كممثل رسمي لمملكة البحرين في عضوية المجموعة، وهي أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة، وقد ساهمت في دعم جهود وكالة الإمارات الفضاء في كافة مراحل التحضير والإعداد والتأسيس لتأسيس هذه المجموعة. أن مساهمة مملكة البحرين في الترتيب لانعقاد هذا الاجتماع يعد دعما وتعزيزا للعمل العربي المشترك. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة العربية للتعاون الفضائي تضم حاليا 14 دولة عربية، وتتولى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئاسة المجموعة وتستضيف أمانتها العامة.